السلام عليكم. اليوم احنا في الدرس العاشر ان شاء الله، وحيكون تركيزنا في الحديث عن فك اللحى، يعني فك العناصر والقطع الالكترونية. بالنسبة للاختبار حنحله إن شاء الله في آخر الدرس. بحاول أعلي صوتي. في عندنا هنا فيديو بيوضح بعض معدات فك اللحى، إنما بصراحة أنا عملت فيديو لكن ما تمكنتش من رفعه، يعني لحتى الآن مش طالع منه حوالي 4-5%. هنحاول إن نشوف المعدات اللي بنفك فيها اللحام. من الأدوات اللي أنا بستخدمها فك اللحام اللي هي سلك الجديدة، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، حنتحدث اليوم عن أدوات فك اللحام. طبعا احنا بنفك اللحام عشان نستبدل قطع الكتروني. في عندي هنا الصورة تبعت ماشي الحال. السلك الجديدة انا بستخدمه لفك اللحام. وهنا طريقة استخدامه بالصورة. هنا بعرض عليك انا صورة، ارجو انها تكون واضحة عندك. ماشي ماشي، اطلع على الصورة هنا كويس. بدي اطلع لك انا اول حاجة قبل ما نحمل الفيديو، شوف النقاط اللي قدامنا هنا، شوف النقاط اللي قدامنا هنا عشان انت يكون عندك مقدرة على تحديد الحام جيد أو الحام سيء. اطلع هنا، شايف النقطة هذه؟ المشكلة النقطة هذه، الحام هذا يختلف عن النقطة هذه. طلع النقطة هذه والنقطة هذه. هنا الصورة بوري لك كيف نقاط الحام. عندي هنا نقطة الحام قديمة طبعا، وهذه قديمة النقطة، لكن النقطة القديمة هذه اطلع فيها كويس، ركز فيها كويس، تلاقي هنا في انصهار للقصدير. القصدير هنا بينصهر مع الحرارة، القصدير ممكن يتبخر ويتم معايا الرصاص. الرصاص ما هواش موصل جيد زي القصدير، وبالتالي نقاط زي هذه بتكون بحاجة لإعادة لحام. يعني هي واحدة، اثنتين، ثلاثة، هي أربع نقاط، هذه لا، بتكون بحاجة لإعادة لحام. هنا أنا حاولت ألحم النقطة هاد، النقطة هاد، النقطة هاد، بس عشان أوري لك كيف إحنا ممكن نلحم النقاط. يعني لما أنا بفتح جهاز، لو لقيت فيه نقاط زي اللي انا فرجيتك اياها في الاول، زي النقطه هذه مثلا، ده اعيد الحامها. طبعا عشان اعيد الحام هو هنا يعني من الشكل، هو هي الشكل هنا مبين، يعني شكل هاي، هذا شكلها يختلف عن شكل هذا. اطلع كويس، يعني مثلا هذه النقطه مجدد الحامها من زمان، هذه النقطه الحامها مجدد، هذا مش الحام الشركه اللي هنا، مش الحام الشركة، هذا الحام واحد لاحم،
عليت الصوت عندي على الآخر، على الآخر عندي الصوت عليته. النقطة هذه أحد الفنيين قام بتجديدها، واضح إنه هذا مش شغل شركة، هذه النقطة بحاجة إلى تجديد، ويمكن هذه كمان بحاجة إلى تجديد، ويمكن هذه بحاجة إلى تجديد. نعم، اللمعة هذه هي من التصوير، إنما بالفعل هي مش انسيابية، يعني مثلا لاحظ هذه النقطة كيف انسيابية، هي مش لمعة بس انسيابية. هذه بدأ يصير فيه تآكل، يعني هنا المسمار تبع القطعة وهنا الجزدير اللي ماسك، لاحظ ان الجزدير هنا بدأ يصير فيه تشقق، بدأ يصير فيه تشقق. هذا التشقق لكونه انا هنا بتعامل مع جهود مرتفعة، لكونه انا بتعامل مع جهود مرتفعة، التشقق هذا ما بيجينش اثره الكبير، لكن لما يصير عندي يزيد التشقق عن هيك بولع نار على طول، بحرق الشاسيه. اعيد النقطة هذه كمان مرة، التشققات اللي زي هذه بكون بتعامل هنا مع جهود مرتفعة، يعني احيانا ممكن الفولت هنا يوصل 100 فولت، يوصل 50 12 فولت برضه. مش كتير ببين هو باللحظة هذه، لكن لما يزيد هذا التشقق اللي موجود في الحام بيولع نار، بيولع نار. عشان هيك لما بيجي عند الجهاز للصيانة أو بكون جهازي أو اللي هو، بحاول أجدد هذه النقاط، يعني كيف بدي أجددها؟ بعوض، بحط عليها المكوة، بأسخن، بعدين بضيف شوية جزدير، بعدين بأرفع الجزدير، بعدين بأرفع المكوة، بعد شوية بأستخدم فرشاة تنر. وطبعا أنا كنت عامل فيديو موضح فيه الأمور هذه كيف تنظف، لكن للاسف الشديد الفيديو ما طلعش، يعني ما يعني التحميل بتاعه يمكن عايز لبكره لسه ولا بعد. هنا انا جددت شويه نقاط، هذا الحام جديد، يعني الان اللي بلمع جديد، هذا اللي بلمع جديد، لكن هذه النقاط جيده، يعني هذا اللحام جيد هنا، انا قديم اللحام هذا، لكن هذا جيد ما فيش فيه مشكله. هذا اللي كان فيهم مشكلة اللي هو أنا لحمته. أنا هنا بدي أعرض لك حاجة صغيرة. رابط اللي بنزله لا مش حيكون واضح. هنا بعرض عليك نقطتين الحام، اتفرج عليهم كويس. نقطتين للحام هذول اتفرج عليهم كويس. لاحظ إنه هذه النقطة يعني انسيابيه صحيح في جروح هنا، لكن النقطه ما زالت انسيابيه. انا لاحظ في حاجه خفيفه، شايفين هالحاجه الخفيفه هذه؟ عارفين ان الحاجه الخفيفه هذه طبعا كانت من جهاز كنت بعمل له صيانه. انا جهاز كنت بعمل له صيانه وكان مزعجني هذا الجهاز، وانا بعادتي لما بكون عندي جهاز في مشكله بتروح وبتيجي ما بقتنعش التجديد الحماتي بشكل عشوائي، لكن بعد هيك بأجدد الحماية بشكل عشوائي. يعني بعد ما أنا أمسك النقطة المسببة المشكلة بقوم بالحماية بشكل عشوائي. لو أنا اطلعت هنا على النقطة هذه هلاحظ إنه مش كتير التلف اللي واصلها، يعني مش كتير التلف، لكن هذا أثرت على الجهاز، في حين إنه النقط هذه هعرضها عليك كمان مرة. النقط هذه اللي هي اكبر، لكن هذه ما اثرت على الجهاز. انا قلت هذه ما اثرت على الجهاز لانه انا بتعامل مع جهود عاليه، التيار اللي بيكون فيها قليل شويه، وبالتالي بتمشي حالها. لكن لما هذه تنحرق عن جد هذه بتولع نار وتسبب مشكله كبيره. هذه النقاط اللي انا بفرجيك اياها هنا، او النقطه اللي بفرجيك اياها هنا، النقطه هذه اقل في الظهور تبعها، لكن هذه كانت مسببة مشكلة حقيقية في الجهاز بتروح وبتيجي. وطبعا عملية تجديد الحامها سهلة، هي مجرد شوية تسخين مع شوية جزدير وبتنتهي المشكلة منها تماما. هنا
سمعنا كل الطرف نحاول نشوف الفيديو. في عندي هنا الفيديو أرجو أن يكون واضح، أنا موقفه بيعرض علينا بعض المعدات اللي تستخدم لفك اللحم. اللي قدامنا هذا اللي هو شافط مضخة، ممكن نسميه شافط مضخة بام. طبعا هي هو قاعد يفحصه مثلا، عشان تفحصه نرجع للقطة هذه نتفة صغيرة. أنا كنت فاكره حيحط إصبعه هنا، لو حط إصبعه هنا، حط إصبعه هنا في المنطقة هذه، عارف إنه يكون مظبوط. لو حط إصبعه هنا وضغط على الكبسة هذه، المفترض هذه ما تطلعش للآخر، تطلع على النص بس. بهيك بكون أنا اختبرت إنه شفط المضخة اللي معايا جيد. خلينا نكمل. لاحظ كيف هو حيستخدم شفط المضخة. أيوة، كبس الكبسة هنا، حاطط المكوى بسخن. لاحظ الحركة تبعته كويس. كمان مرة نعيد. هو قطع اللقطة هنا. ماشي الحال. الخطوة حتكون كيف؟ انه حاجي على النقطة اللي هو بده، اللي انا بدي افك اللحام تبعها، يعني مثلا المكثف هذا اللي هو فكه الان. نرجع له مرة ثانية. نقوم بعملية التسخين بالمكوى، هذا الكاوي هنا، نقوم بعملية التسخين، نسهر النقطة تبعت الجسدير، بأسهرها، ولو لقيتها بتنصهرش معايا كويس، لو لقيتها بتنصهرش معايا كويس ممكن انا اعيد الحامها مرة ثانية، يعني الحمها مرة ثانية وبعد هيك اسخنها واشفطها بالشفاط، بخليها وهي سخنة زي النار، بركب الشفاط وبعص على الكبسة اللي ماسكها بايده فيشفط الجسدير. لو لاحظت انه الجسدير ما انشفطش معايا كويس، لو لاحظت انه الجسدير ما انشفطش معايا كويس بأعاود بأستخدم سلك الجديلة كمان مرة. هنا عنده سلك جديلة أو سلك شيلد بنسميه. هيو سلك الشيلد هو بحاول الآن يستخدمه. لاحظ الآن هو بسخن في السلك نفسه، السلك نفسه لازم يكون سخن. الدخان اللي بيطلع نتيجة الحرارة، الدخان اللي بيطلع نتيجة الحرارة. لازم كل الجسدير هي شفط نقطة، شوفوا يشفط الثانية. تقريبا شفط الثانية. أيوه هنا حيفك القطعة من تحت. نعم هيو فاتح الدفعة من تحت. هنعاود للفيديو هذا كمان مرة، بس خلينا نشوف الفيديو الثاني. ظهر متفيت شوية من المعلش، نصبر عليه، هنزله شوية قبل ما نشوف. قلنا المعدات فك الحام، قلنا سلك الجديدة، وهي طريقة الاستخدام تبعته. هاي السلك بحطه على المكوى، على السلك، على نقطة الحام، وبصير معايا الفك. في هنا المضخة ممكن استخدمها بنفس الحاجة. وهنا أنواع من الأدوات هحكي عنهم الآن، نحكي عن بعض المعدات اللي هنا لفك الحام.
هنا عندي كاوي كاوي الهوت، بنسميه كاوي هوت، كاوي الهوت اللي هو هنا بينفخ حرارة، وهذا بيستخدم أيضا لفك الحام، وهنا كاوي عادي زي اللي احنا تحدثنا بنشتغل فيهم. يعني هذا الكاوي بيستخدم أيضا لفك اللحام، لكن حاليا أنا مش هتحدث عنه اليوم. تفضل تفضل يا أستاذ مروان. عندي هذه محطة لفك اللحام، شفاط، لكن هذا الشفاط بيستخدم الباكوم، يعني الهواء المشفوط، يعني بيشفط الهواء صفر. الراس تبع الكاوي هنا، خليني اكبر الصوره شويه، يعني الراس هنا مثقوب من النص، مثقوب الراس من النص، بسخن النقطه، بخلي المسمار داخل الفتحه هذه، وبعدين بيضغط الكبسه هنا، بيضغط الكبسه هنا فبيسحب الجزئير. لكن هذا الكاوي يا اخوان يعني ما حدش يشتريه، الكاوي هذا ما حدش يشتريه صراحه، انه عمليه تنظيفه مشكله، الجزئير اللي بيطلع ما يستخدمش في حاجه للرمل. المكوى هذا، الشفاط هذا اللي بفك الجزير، النوعية هذه طبعا أنا بنصحش أي واحد إنه يشتريها، أنا بنصحش حدا يشتريها، وخليكم مركزين. ليش بنصحش؟ مش عشان الشركة ولا حاجة، لا ملناش علاقة بالشركة، إنما هذه الطرق الصراحة مش كتير عملية في الشغل عندنا، مش كتير عملية في الشغل عندنا. هنا طبعا ما شاء الله يعني جهاز كبير وضخم، بيحتوي على كل المعدات، بيحتوي على الهوت السخين، بيحتوي على انبوب الشاء اللي بيشفط، بيحتوي على اصبعين مكاوي، حاجه يعني زي ما تقول ضخم. هنا بسموه نظام الجي بي سي للفك، نطلع عليه هنا كويس. مزعج استخدامه دائما، يعني في بسبب مشاكل صراحه، يعني تنظيفه مشكله، تنظيفه مشكله. لكن خلينا نطلع على الجهاز الحلو هذا في الفرق. لاحظوا معايا هنا اللقم تبعته 1 2 3 4، لاحظين هذا على مقاسات الاي سي هات المربعه، الاي سي المربعه، لاحظ هنا كل حاجه لها اللقمه تبعتها، كل مقاس اللقمه تبعته، وهنا المكان الربط على اساس انه هو بيربط السخان بتاعه في المنطقة، الشافط بالضبط في المنطقة هذه. خلينا نشوف هنا الرسمة تبعته، شوف كيف حيستخدم. هنا عندك ماذر بورد أو أي شاصين كان، استخدم لقمة مناسبة هيها اللي هي اللقمة هذه. هنا عنده فاكوم عشان شافط القطعة لفوق، طبعا الشافط جيد، وبعد هو هنا بيسخن في المنطقة هذه، بيسخن في الصحن هذا، يعني اللقمة هذه اللي عبارة عن الصحن، فهذا بيساعد على انه الحرارة عمالها تنتشر هنا على كل الأجزاء اللي هنا، وفي نفس الوقت ما بتأذيش الشاصي اللي موجود هنا، ما بتأذيهوش، ما بتأذيهوش، لأنه كثير من المشاكل اللي بتصير مع الفني وهو بيفك في الحام، انه قطع مصاحبة أو مجاورة هنا بتنفك معانا في الحام، بتنفك وبنضطر نرجع نركبها. وكويس اذا شفناها وركبناها، يعني احيانا ما بنشوفش القطعه وبتقع وبنقول خلاص الجهاز مش حيظبط، هو بصراحه وقعت منه قطعه. فهذا جهاز طبعا للي بيقدر يشتري جهاز بيكون مساعد له جيد جدا لفك الاي سي هذا من المزر. في عندنا بعض شويه قطع نستخدمها، شويه معدات بسيطيه، يعني ملاقط، فرشايه، فاكوم صغير، فاكوم صغير صغير خالص هذا، يعني يمكن يكون حبه حاجات بسيطيه، يعني اللي هو مجرد حاجه هيك بتشفط، يعني لو انا بدي اشتري من السوق مثلا، عندنا مثلا بشكلين مثلا بقول حبه بس بشكلين، وكل لقمه بشكلين، يعني يكون 5 شيكل 10 شيكل، يعني 10 جنيه مثلا بس، لكن بيساعدك كثير في فك القطع.
برضو انا ممكن استخدم شويه ملاطر مشكله على اساس ان انا اسحب فيها القطع من عندي. نشوف الفيديو. نشوف الفيديو. هذا الفيديو يتحدث في موضوع مهم جدا له علاقه بالحال، لكن للاسف النت ضعيف مش شغال الفيديو معايا. الفيديو مش شغال. ماشي، هكمل الحديث بتاعي بدون استعانة بالفيديو. عموما انا صحيح سجلت فيلم، يمكن اخواننا هذول او هذول الجماعه الاجانب يمكن طريقه التصوير تبعتهم افضل، ويمكن ما عندهمش الاصوات المزعجه اللي عندي في الشريط. بس صراحه هو شريط، يعني انا بدي احكي لكم عنه. يعني هو اليوم انا استخدمته صراحه، اليوم جبت الطلاب قلت لهم بدي اعلمكم كيف تفكوا من الحال. اديت لواحد الكاميرا، نفس الفتره الزمنيه. قلت لهم هعلمكم ازاي وكيف نفك الحال. طبعا اخذ ولد الكاميرا وقعد يصور فيا وانا اسجل في الدرس اللي انا قاعد بعلمه. نفس الترتيب، يعني تقريبا الترتيب اللي بحكي فيه هان بحكي فيه معاهم، وتقريبا بنخلص الاساسيات معاهم، يعني تقريبا زي هيك. يعني هذا اجت صدفه بالمناسبه، يعني انا عملت الفيلم وهنا بحكي لك عنه. وبالفعل الولد صورني وخلصت الفيلم، بعدين قلبت الفيديو وفرجتهم على الفيلم. الحاجة الغريبة انه نسبة الطلاب اللي عملت الحماد او فك الحماد جيدة زادت عندي عن كل السنوات اللي فاتت. كمان مرة عيدها، لما انا صورت للاولاد عملية فك الحام، نسبة الطلاب اللي اشتغلت شغل جيد كانت اكبر. وهذا طبعا حاجة خلتني أنا يعني ما أملش من هيك شغلة إنه أنا أصور. وأنا صورت أكثر من فيلم، يعني واحد واثنين وثلاثة وأربعة، إشي دقيقتين وإشي خمس دقايق وإشي سبع دقايق. لكن طالما إنه في إنجاز، يعني الطالب بيتعلم يشوف الإشي قدامه، ما هواش تمثيل طبعا لأنه هو اللي ماسك الكاميرا هو اللي قاعد بيصور. هذا بيدي دافعية كويسة للطالب انه هو يحاول يعيد الخطوات، يشتغل بشكل جيد، تعطيها دافعية كويسة يعني. لكن طبعا الطلاب اللي عندي، طبعا انا ما خلصت الحصص، كانوا اجادوا هذه العملية، وبالتالي الاجادة هي بحاجة الى عمل، لازم انت تشتغل بايدك، ما بينفعش انك انت، انا مش مستغرب الفيديو طبعا متنح مش عايز ينزل، الفيديو متنح مش عايز ينزل. أبداً الفيديو مش عايز يتسجل.
خليني ارفع ملف ثاني. الفيديوهات الاثنين اللي انا بشتغل عليهم هم قدامك الروابط، افتكر الروابط تقدر تسحبهم من هنا. انا بحكي الفيديو اللي انا عملته لسه طوال، لما يطلع ولما يصير له رابط، هو في له رابط بس على الفاضي اجى. مش عارف يعني كيف بدي اديك اللينك، هو عندي على الجهاز. يعني هي عندي جهاز، استنى كيف يعني. على العموم هو الفيديو ناطق، يعني مش عايز احكي معاه، انا بكون حاكي لحالي. بس صار عندي انا مشكله في النت، يعني حتى الملف اللي قاعد برفع فيه مش عاوز يرفع. على العموم خليني احكي، ما دام هيك ارجع للاختبار. خليني احكي في الاختبار اللي احنا حكينا فيه. اول حاجه نحاول طبعا انا مش في حاجه تطلع من عندي. ماشي يا اخوان، حدا يسالني حاجه، لانه مفيش حاجه تطلع من عندي، يعني لا الفيديو راضي يفتح ولا في شيء عنده متحرك هيك، ما بعرفش ايش الدعوه يعني. خلينا نتناقش في الاختبار. في حدا حل معايا الاختبار اللي قلت عنه؟ هل في حدا حاول يحل الاختبار؟ اذا حدا حاول بس يقول نعم. كيف لقيت يا محمد؟ كيف لقيت الاختبار؟ طبعا انا الرابط اللي حطيته في الاول، اللي هو في حل الاختبار اللي هو موجود قدامي حاليا، يعني حل الاختبار موجود في الرابط
اللي انا حطيته في بدايه المحاضره، وهحاول انزل الرابط كمان مره. سؤال الشحن أنا حليته كتابة. بالنسبة لسؤال الشحن، قبل السؤال هذا، السؤال هذا حالة تخربط فيه، اللي هو الفرق بين التيار والجهد والمقاومة، كيف كان؟ حدش كويس. السؤال هذا وهذا وهذا، هذول الأسئلة أنا عارف إنه قيم المقاومات ممكن أنت تختارها، بس أنا هنا المقصد تبعي في هذول، والكرة التيار والأرض هي المقاومة. نعم أستاذ مروان صحيح. هنا طبعا أنا بهمني التحويل من أوم لكيلو أوم، يعني هذا الهدف من الثلاث مقاومات اللي هنا، انما قيمهم معروفات. طبعا اذا انت كنت قادر على تحويلهم كويس. هنا السؤال تبع البطاريه انا حليته هنا في الاجابه بالتفصيل، اللي هو عندي جهد المصدر 12 فولت، جهد البطاريه حاله الشحن 7 فولت، يبقى الجهد على طرفين المقاومه اللي حوصلها بين مصدر الجهد والبطاريه حيكون 12 المصدر ناقص 5 البطاريه بدل 5 فولت. التيار اللي بده يمر في المقاومه هو نفس التيار اللي حيمر في البطاريه، والتيار اللي بده يمر في المقاومه هو التيار اللي بده يمر في البطاريه. افتكر هذه النظريه يعني انا اكدت عليها من زمان، قلت انه التيار الخارج البطاريه هو نفسه التيار اللي داخل البطاريه، نفس التيار. فلما بتكون عندي الجهد 5 فولت، اصبحت المقاومه الان بمر فيها تيار حد الاقصى 1.2 امبير، الحد الاقصى له 1.2 امبير، طبعا الشيء يصل ل 1.2 امبير. طيب انا حاولت اني اعمل استطلاع، طبعا يعني عندي هنا بصير فشل كثير اليوم، الظاهر النت ضعيف كثير جدا. لكن حاسال وناخذ الاجابه ان شاء الله منها. مين افضل، اشحن البطاريه على تيار عالي ولا تيار ضعيف؟ توالي توالي يعني لو عندي هنا البطارية، هاي البطارية عندي هنا البطارية هيها، وهنا عندي المقاومة. يا سلام على الرسم. وعندي هنا مصدر الجهد، حارمز لمصدر الجهد بالحرف جي، وهي هنا الطرف الثاني للبطارية. يعني هنا المقاومة حتركب توالي، المقاومة حتركب توالي. طيب ماشي، تيار عالي أو تيار ضعيف. طب إيش الفرق بين التيار العالي والتيار؟ أنا بدي أحكي، إذا أنا شحنت بتيار عالي حيكون عندي زمن الشحن منخفض زي ما قال محمد. إذا أنا شحنت بتيار عالي يبقى زمن الشحن حيكون منخفض، يعني حأشحن فترة زمنية وجيزة. لكن لما يكون تيار الشحن عالي، هذا بيعني إيش؟ إنه بيمر داخل البطارية تيار عالي. التيار العالي اللي بيخش داخل البطاريه، صحيح احنا قلنا انه المقاومه، انا يعني في السؤال اهملت المقاومه الداخليه للبطاريه، لكن هي موجوده. ما دامها موجوده يبقى هذا التيار حيؤدي الى سخونه، حترتفع درجه الحراره تبعتها. ارتفاع درجه الحراره، ارتفاع درجه الحراره ممكن يؤدي
الى ثاني العناصر المركبه منها البطاريه، وبالتالي بلاش نقول يتلفها من اول مره وانما يسرع في تلفها. لكن لو انا شحنت التيار منخفض، صحيح انه تيار انه زمن الشحن تبعي حيزيد، لكن ححافظ انه البطاريه ما تسخنش، وكل ما قلت سخونه البطاريه كل ما قلت احتماليه انتناء العناصر الداخليه الها، وبالتالي تكون حياتها اطول. الثاني ما ببينش لانه داخلي بكون، اللي ببين الانتفاخ دليل انه مر فيها تيار عالي، تصاعدت منها غازات، وهذه الغازات هي اللي نفختها، برضه هذا تدل على انه البطاريه تم اللعب فيها. البطاريه عاده لا تسوق الا وهي مشحونه. البطاريه لا تسوق الا وهي مشحونه. لانه المكونات تبعتها زي ما حكينا مثلا انه هو معدن واكسيده، معدن واكسيده، فبيخشى هنا اذا كانت مش مشحونه انها تنقلب القطبيه تبعتها. وبتلاحظوا في البطاريات القديمه بتلاقي احيانا البطاريه مقلوبه في القطبيه، والموجب بيطلع سالب والسالب بيطلع. النت بالمره مش نافع. يبقى لما انا حسبت هنا بيطلع معايا المقاومه اللي حيمر فيها 1.2 امبير 5 فولت، تطلع هذه مقاومه 4 اوم وشويه. يعني لو انا ركبت مقاومه 4 اوم و2 على بطاريه 12 فولت، على مصدر جهد 12 فولت عشان اشحن بطاريه هي 6 لكن ساعة الشحن بصير جهدها 7، حيمر فيها 1.2 امبير. لكن هنا خطأ، لازم ابعد عن القيمه 4 اوم، فانا قلت 5 اوم هي اقل قيمه ممكن استخدمها، لكن لو استخدمت ال 10 بكون طبعا افضل. لانه بالعاده البطاريه جهدها 6 فولت، لما انا بتركها بعدين ما تفرغ شحنتها ال 6 فولت ممكن تنقص تصير 5.8. عندما ابدا عمليه الشحن بكون جهدها 6، بصير جهدها 6، وببدا يتصاعد شويه 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 عبين ما يوصل ل 7 او 7.8 فولت. طب هذه المعلومات وين بعرفها انا؟ المعلومات هذه دائما احنا بنعرفها من المصمم، المصمم نفسه هو اللي بيقول لي قديش الجهد والتيار بتاع البطاريه. حكينا كمان مثال ثاني على المكبر صوت والسماعات، هو طبعا توصيل مقاومات توالي او توازي او توالي وتوازي. وافترضت انا ان المقاومات كل واحده فيهم 8 اوم، حين لو انا وصلت الاربع سماعات 8 اوم 8 اوم 8 اوم على التوازي حتطلع معايا قيمه مكافئه قيمتها 2 اوم، 2 اوم لو ركبتها على المكبر بتعمل لود، بتعمل حمل. وبالتالي ما بنفعش اركبهم توازي. لو ركبتهم توالي حيصير 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8، حيكون معايا 32 اوم، 32 اوم حيكون الصوت واطي، طبعا ما بيسببش تلف للمكبر، هذول التوصيله هذه بتسبب تلف للمكبر، بتعمل لود عليه. هل بتعملش لود للمكبر لكن ايش؟ الصوت بكون واطي. عشان هيك بنجد انه افضل طريقه هي التوالي مع التوازي، انه انا بوصل السماعتين هذول على التوالي والسماعتين هذول على التوالي وباشبك الطرفين هذول على التوازي. طبعا انا يعني بحب اقول لكم حاجه، انا اشتغلت في الشغله هذه، الكلام سهل. طبعا مهم نفهم النظريات هذه، الكلام سهل. بس تعرف لما انت تيجي تفتح القبلون بتلاقي هالاسلاك قدامك،
طبعا لما يجي واحد مش فني يعني من هذا يبدا يشبك في الاسلاك على اساس انه ياخذ احسن صوت، بس انت كفني ما بينفعش انك تشبك الاسلاك ما ينفعش تسبك الاسلاك بشكل عشوائي. لازم تمسك الساعه تبعت الفحص وتفحص كل سلكين قديش بيعطوا لك مقاومه، لانه احيانا بتلاقي سلكين طلعت من عندك موجودات عندك لكن هم هناك موصلين بسماعتين مش بواحده. اذا السماعات عاديات حتجد انه السماعه 8 اون، لما تيجي انت تقيسها مش حتقيس معك 8، حتقيس معك 9، حتقيس 10، حتقيس 12. من وين بيجي الزياده؟ بتيجي الزياده من السلك نفسه، يعني ممكن يكون السلك طوله 20 متر. وبالتالي ممكن تزيد معك شويه، يعني 8 اوم 9 اوم ممكن توصل ل 10 اوم. تاخذ بالك من الفروق من المقاومه اللي بتصير للسلك نفسه. بتحاول بقدر الامكان انك توصل تنتين توالي وتوصل اربع. يعني لما يجي مثلا واحد يقول لك انا بدي اركب ثلاث سماعات ما بينفعش، ينفعش تركب ثلاث سماعات، لانه هذول المقاومات هتتوزع القدره على الاربعه هذول بالتساوي. لكن لو جبت انا هذول بدل التنتين هذول الثمانيه جبت واحده مثلا 16 مش هتظبط معاك التوصيل، يعني التوصيل هتظبط معاك والامبليفاير بياخذ راحته، لكن توزيع الصوت عندك بيكون مش مظبوط. نعم كانهم سماعتين متساويين. يعني قصدي اقول لك ايش؟ ممكن بدك تظبط سماعات لمسرح او لمسجد او لحاجه، ما تخليش الناس هي اللي تتحكم فيك. خليهم مش يتحكموا فيك. انت قول له انا عشان اشتغل صح لازم يكون عندي مثلا اربع سماعات متساويه في القيمه، ما مش كل واحد جايب سماعه من مكان شكل على اساس انه يطلع معك شغل مظبوط. مش عايز هيك بلا هالشغله يا اخي، هم يجوا بكل حال هم يطلعوا صوت زي ما هم عايزين، بعدك يقول لك السماعه هذه صوتها عالي، السماعه هذه صوتها واطي، لا احنا هذا الكلام صراحه كفنيين ما بيمشيش معنا. This video will explain the basics of electronic soldering and also answer some questions like what is. الفيديوهين هذول مفيدات جدا، صحيح انه مش انا اللي عاملهم بس هم حلوين جدا. واحد فيهم بيتحدث عن معدات فك الحام اللي هي الشفاط المضخه. Flux and why is it needed? What tip size and shape? انا مش سامع صوت خالص، انا مش شغال عند الفيديو خالص. First, this is شغال عندي صوته خالص، انا مش شايف حاجه منه، انا الفيديو مش شايف شيء. لكن الفيديوهين هذول جيدات جدا. الفيديو اللي فيه عمليات للحام صحيح انه احنا المفترض تعلمنا الحام قبل هيك، طب ليش انا بجبت هذا الفيديو؟ هذا الفيديو كان رائع جدا والمشاكل تبعت اللي بيمثلها العامل الفيلم انا مش سامع شيء والله يا شيخ. أنا مش سامع صوت خالص ولا الفيديو شغال عندي إطلاقا، الفيديوهات مش شغالات عندي خالص وأنا كاتم الصوت ومش سامع حاجة، مش شغالات عندي، أنا عندي الفيديو مش شغال، وعشان هيك حضطر أنزله عشان ما يضلوش ماخذ الحزم. بس خليني أحكي عن الفيديو اللي هو بعلمك كيف تلحم. هذا الفيديو اللي بعلم كيف تلحم حاجة رائعة جدا. طبعا والاخ الدعم الفني برضو الصفحة هذه ما بدأتش تفتح معايا، كنت بحاول اعمل استطلاع ما ما ما, ما فتحتش، نزلتها لتحت. بيبين الفيديو واضح المشاكل اللي بيقع فيها كل واحد بيبدأ عمليات الحام من اول وجديد. كل واحد بيعمل عملية الحام من أول وجديد يبين المشاكل اللي هو بيقع فيها عشان هيك كانت حاجة كويسة. أيضا الملف برضو هذا مش طالع، عندي مشكلة عويصة في النت
لانه انا على فكره السرعه عندي 2 جيجا، انا سرعه النت عندي 2 جيجا، لكن ايش المشكله اللي بتصير انا مش عارف. سرعه النت عندي 2 جيجا، لكن لا انا شايف فيديو ولا الملف راضي يعمل ابلود. ولا الملف عاوز يعمل ابلود، لاني كنت من خلال الملف هذا حتى في اخره انا حاطط هحاول اجيب الموضوع اللي بدي اياه من هنا. احاول الصف اعمل بصر معايا. لا ما فيش لصق، حاول اعمل بصق بالشكل هذا. ماشي. هاي هنا كتب عندي الكلمات اللي هي فيها المواضيع اللي بنحكي فيها. بحاول هنا انا قبل ما تنتهي الحصه احكي الحاجات اللي احنا قراءه المقاومات الرباعيه حكينا فيه، الخماسيه حكينا فيه، السداسيه، مكونات سلك اللحام، الكاوي، تجهيز الكاوي للعمل، بالنسبه لتبييض سلك من النحاس، المفترض انه مفترض تبييض سلك من النحاس، كل واحد يحاول يشتغل تبييض السلك وعمل اشكال هندسيه، لحام الاسلاك المطليه بالورنيش اللاكه. هاتطرق لها بس ببساطه. تشغيل الساعه حكينا عنه، قياس المقاومات حكينا عنه، اليوم حكينا عن معدات فك الحام، وان شاء الله بس يجهز الفيديو لازم ابعته، لازم انزله اياه. وفك القطع الالكترونية بواسطة سلك الشيلد بواسطة المضخة، توصيل المقاومات على التوالي، توصيل المقاومات على التوازي، كل هذه المواضيع احنا تحدثنا فيها. العلاقه ما بين الجود والتيار هنحكي الان في حضرات الدروس الجايه ان شاء الله عن المحولات، فحصهم، تحديد التيار المحول من خلال الحجم، تاثيرات الكهرباء على جسم الانسان، المحولات الاي سي اللي هي كلها طبعا حتشتغل على الاي سي، هنحكي عن راسم الاشاره وقياس اشاره بالراسم والاشاره، قياس الجهد والتيار، وبعدين بنخش على اشباه الموصلات والثنائيات، وبنعمل وحده تغذيه بمكثف، وبتكون الاساسيات انتهت. عموما لحديت الاختبار، اللي فهم معايا لحد الاختبار، اللي فهم الاسئله اللي احنا عملناها صراحه يعني بيكون قطع شوط طويل جدا، يعني اللي استطاع انه يفهم الدائرة هذه، اللي استطاع انه يفهم السؤال هذا، اللي استطاع انه يفهم الحاجات هذه صراحة انه بيكون دفع معاه شوط طويل، اللي استطاع انه يحول الحاجات هذه بيكون دفع برضه معاه شوط كويس، اللي استطاع انه يفهم هذه برضه بيكون حاجة كويسة. كنت عاوز اسأل عن السؤال
تسعة. السؤال تسعة، عندما تقاس المقاومة بالأفوميتر فمن الخطأ معرف عدم معرفة قيمتها اللونية. من الخطأ عدم معرفة قيمتها اللونية. عشان كنا نفهم هذا السؤال نقول فمن الخطأ غلط ترفعها من الدائرة. لا، مش غلط ترفعها من الدائرة، لازم ترفعها، يعني يجب رفعها من الدائرة، يجب فصل مصدر الجهد، يجب عدم ملامسة الأيدي لأصابع الساعة. يبقى هذول صح، يبقى ايش اللي مش صح؟ انه انا افحص مقاومة وانا مش عارف قيمتها. وانا لما بدي افحص مقاومة انا مش عارف قيمتها، ايش بفحص؟ انا بدي اقيس جهد وانا مش عارف قديش قيمته، ايش بقيس؟ يعني لازم يكون انا عندي فكرة مسبقة عن ايش بدي اقيس. والا وايش الفائدة؟ وايش الفائدة؟ فرق الجهد. طبعا احنا قلنا بالنسبة لقياس التيار بتوصل على التوالي، لكن بصراحة يعني طبعا لازم اكون عارف قيمة المقاومة قبل ما اقيسها، والا ايش بدي اعرفني انا انه بتقيس معايا صح ولا غلط؟ قلنا انه قياس التيار بالنسبة لنا في الشغل ما فيش عندنا قياس تيار، احنا بنقيس التيار بس عشان نفهم موضوع التيار والجهد والمقاومة بس، اما كل قياساتنا احنا بتكون على التوازي مع العنصر، احنا بنقيس الجهد تبعت العنصر. وبالمناسبة كمان أنا عملت فيديو على القياس، بس أنا صعب علي أرفع الفيديو هذا، بس برضو أنا جربت مع الطلاب أنه عملت لهم فيديو على قياس التوالي والتوازي. بصراحة الأولاد برضو أنجزوا إنجاز يعني بصراحة مش طبيعي، أو أنا مش متعود عليه قبل هيك، عشان هيك أنا مهما أنه أنا أخذ معي مجهود الدورة هذه فمش مهم، طالما أنا بحتفظ للمتدربين عندي فيديوهات بتحمسهم وبتنشطهم على العمل، يعني هم بيستفيدوا، يعني لو الإخوة اللي موجودين هنا مش كتير بيستفيدوا، لأ أنا عندي صراحة وأحطها على نفس الموقع تبع اليوتيوب، وححاول إني كمان أعمل لها شوية مونتاج بسيطية لأنه أحيانا تطلع عندي أصوات مش مظبوط. ايش هي التحويلات يا اخت مريم؟ التحويل من مثلا من كيلو، عندي تحويل من اوم لكيلو اوم لميجا اوم، هذا اسهل بكثير من التحويل من واحد لميجا لمايكرو لنانو لبيكرو، وهذه الحاجات لازم تكون مفهومه، لانه صراحه يعني لازم من الاساسيات انه انا قادر على اني احول من الصغير الى الكبير او من الكبير الى الصغير. عندنا في المقاومات يعني رقم واحد اوم او القيمة الاساسية اللي هي واحد اوم هي قيمة مناسبة جدا، بقول واحد اوم وبقول اثنين اوم وبقول عشرة وبقول كيلو اوم، يعني بأطلع بقول الف اوم. لكن عندما نخش في المكثفات فانا بأحكي واحد فراد كم